الفنانة الجزائرية بشرى عقبي بعد تسريب مقطع فيديو فاضح لها تكشف هوية من كان معها في هذا الفيديو وتعترف أنه بالفعل لها، بالإضافة للسبب الأساسي وراء تسريب هذا الفيديو. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. أعادت الممثلة الجزائرية بشرى عقبي للظهور في وسائل الإعلام رغم ابتعادها الاختياري عن الفن قبل أكثر من 10 أعوام، ولكن هذه المرة بفضيحة كبيرة تهز مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو فاضح. فما قصة هذا الفيديو وما تعليقها عليه؟ حيث تصدر اسم بشرى عقبي محركة البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر والعالم العربي عقب تسريب مقاطع مصورة لها من داخل منزلها تجمعها بشخص لم تظهر هويته بسبب تعمد مسرب الفيديو إخفاء ملامح الرجل، وهو ما أثار غضب الجمهور الجزائري الذي استنكر الوقعة اللي استهدفت فتح بشرى عقبي. بعد تسريب المقطع الفيديو الفاضح دعمها عدد كبير من الفنانين الجزائريين ومنهم المخرج محمد شرشال الذي كشف عن تواصله معها عقب تسريب مقاطع الفيديو، حيث وجهت الاتهام إلى طليقها مؤكدة إنه من يظهر معها في تسجيلات تسبق انفصالها. زوجها السابق سرب الفيديوهات وأخفى ملامحه بعد خسارته لمعركته القضائية ضدها، وإنه فعل ذلك بدافع الانتقام منها، موضحا إن الفيديوهات انقلبت ضده بعدما تضامن الجمهور معها. بشرى في حالة معنوية جيدة ولم تتأثر بما فعله طليقها، وطلبت الجمهور بدعم بناتها لكي يتخطوا المحنة التي أصابتهم بسبب تسريب هذا الفيديو. بشرى هي عارضة أزياء وممثلة جزائرية تبلغ من العمر 36 عام. بدأت مشوارها الفني في 2002، قدمت 5 مسلسلات وشاركت في بطولة فيلمين قبل ابتعادها عن الأضواء في عام 2011. وكتبت الفنانة الجزائرية نضال على حسابها في على موقع الفيسبوك: ماذا استفاد هذا الشرير الذي نشر الفيديو؟ بشرى فنانة محترمة نعرفها ونعرف أخلاقها. وكتب الفنان محمد بن شنات: أنا متضامن مع الفتاة الجزائرية بشرى عقبي، عيب كبير عليكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأعرب النجوم إن ما حدث مع بشرى هو نوع من انتهاك الخصوصية، وإنه من غير الأخلاقي تسريب مقاطع حميمية مهما بلغت درجة الخطيئة التي اقترفتها.